actor, isn't he? السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. السلام عليكم. هلا بالشباب، ان شاء الله هنتكلم النهارده على محاضره صراحه يعني ريستنج دي ascending تراكت افتر وي فينيش دي ascending تراكت yesterday. ان شاء الله ascending مور ايزي ان شاء الله. اوكي، بسم الله توكلنا على الله. Descending tract احنا قلنا we have ascending and descending. The ascending one carries the sensory system or sensation to the brain, and the descending the order from the brain to the action, to make action. طيب ايه بقى الديسيندنج تراكت؟ لازم نفرق بين حاجه مهمه جدا from the start between what means by the upper motor neuron and the lower motor neuron. upper motor neuron معناها ايه؟ واللور motor neuron معناها ايه؟ upper motor neuron هو اللي بيأفكت or influence the activity of the lower motor neuron. مش فاهم؟ the upper motor neuron معناها هو الكونكشن ما بين السيريبرال كورتكس السي سي او النيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم. يعني عباره عن المعلومات اللي جايه من السيريبرال كورتكس او جايه من البرين ستيم، ده بدايه الايه؟ الابر موتور نيورون. طب يوديها فين بقى؟ يوديها فين؟ الابر موتور نيورون عشان يعمل يوديها للسباينال كورد. يبقى الابر موتور نيورون معناها المعلومات اللي من السيريبرال كورتكس هتنزل او من البرين ستيم عشان تروح في الاخر، او ممكن تروح للبرين ستيم برضه او هنا تروح للسباينال كورد، وبعد كده يطلع من السباينال كورد يروح للماسلز. من البرين للسباينال كورد بنسميها ابر موتور نيورون، او من البرين للبرين ستيم بنسميها ابر موتور نيورون. من السباينال كورد للمسلز بتاعت الجسم او من البرين ستيم للمسلز اوف ذا هيد ونيك بنسميها اللور موتور نيورون. سهله؟ يبقى لازم الحتتين دول مهمين جدا. ابر موتور نيورون يعني برين سباينال كورد، او برين يروح للبرين ستيم. طب لور موتور برين ستيم او سباينال كورد يروح للمسلز سواء كانت بتاعت البادي او بتاعت الهيد اند نيك. دي بنسميها لور موتور نيورون. لانك العيان ممكن يجي لك يقول لك ايه ده العيان ده the patient have an upper motor neuron lesion او عنده lower motor neuron lesion. فانت لازم تفكر upper motor neuron lesion معناها فين
فين من التراكت اللي جاي من السيريبرال كورتكس للسباينال كورد او جاي من السيريبرال كورتكس راح للبرين ستيم. طيب هو بيتحكم في ايه بقى الابر موتور او اللور؟ هنا بيتحكم في الموتور اكتيفيتي بتاعتنا، في المسل تون، في الريفلكسز، في البوستشرز اند اكيوليبريم. يعني بيتحكم في الحاجات مهمه جدا اللي هي الحركات بتاعتك، التون بتاعت المسلز، دي مسل تون، ذا ريفلكسز، the voluntary اللي هو الموتور السكيلتال يبقى لازم تكون voluntary، مش الفولنتري كلها voluntary طبعا. خلاص دي ايه حاجه صغيره خالص كده قبل ما نبدا الايه الموتور. طيب شوفوا كده الصوره دي جميله جدا، او جاي من السيريبرال كورتكس راح للسباينال كورد في الفنترال هورن. فاكرين الجري ماتر لها فنترال هورن موتور والدورسال سنسوري؟ لا، هيروح للفنترال هورن اللي هو الموتور اللي يبقى الريد كلر ده كله هو ده الابر موتور نيورون. من اول هنا ده كل ده ابر موتور نيورون. اول لما يقف في السباينال كورد هنا يبقى ده ابر موتور نيورون. امتى اقول عليه لور موتور نيورون؟ اول لما يخرج من السباينال كورد عن طريق النيرف يروح للمسل، هيروح بقى للمسلز هنا، يبقى ده اسمه لور موتور نيورون. يبقى عندنا في ابر موتور نيورون وفي عندنا لور موتور نيورون. ممكن العيان يبقى عنده ليجن في التراكت ده او يكون عنده ليجن في النيرف ده. لو ليجن في التراكت اقول عليه ابر موتور نيورون ليجن، لو ليجن في النيرف اللي هو راح من السباينال كورد تو ذي ماسل بقول عليها لور موتور نيورون ليجن. اه طيب ممكن يروح للبرين ستيم اند سو اون، او ده اسمه ديسندنج تراكت. طيب تعال نشوف بقى ايه ها لور موتور نيورون ليجن. ايه بقى لور موتور نيورون ليجن او اللور موتور نيورون؟ معناها النيرف اللي طالع من السباينال كورد عشان انرفيتنج ذا ماسلز اللي هي الفولنتري ماسلز، اللي هو طالع من الجري هورن او الجري كولم بتاعه السباينال كورد ماسل اوف ذا لم اند ترانك، او طالع من البرين ستيم. عشان خلي بالكم السباينال كورد اللي هو الجري هورن بتاعه اللي هو الفنترال بيسبلاي الماسلز بتاعه الترانك اند لمس. السباينال كورد بتاع البادي بس ملوش دعوه بالفيس. اللي بيعمل الكنترولنج او سبلاينج ذا ماسلز اوف ذا فيس هو البرين ستيم. النيرفز اللي موجوده بتطلع من البرين ستيم اللي هي الكرينيال نيرفز. ايوه يا شباب زي ما احنا شايفين كده ده اللور موتور نيورون. سهله المقدمه ولا؟ الحمد لله. طب ايه بقى الموتور سيستم ده بقى؟ ايه الموتور سيستم؟ عندنا في تو سيستم في الموتور عشان يتحرك يحكمه في الماسلز. واحد اسمه بيراميدال سيستم. بيراميدال مش يعني ليه سميته بيراميدال؟ خلي بالكم من النقطه دي. يقول لك ليه سميته بيراميدال سيستم؟ سميته بيراميدال لان بيطلع من خلايا اسمها البيتس سيلز او البيراميدال سيلز اللي موجوده في السيسي. في خلايا موجوده في السيريبرال كورتكس هنا اسمها بيراميدال سيلز او البيتس سيلز. جود، فعشان كده سميته بيراميدال. بيطلع منه تو تراكت. تراكت اسمه كورتيكو. انت طالع ولا نازل؟ احنا نازلين. احنا كنا امبارح يستر داي كنا طالعين اسندنج، فكنا بنقول التراكت ايه؟ سباينو ثلامك او سباينو، لا ده نازل يبقى اسمه كورتيكو، ابدا من الكورتكس بدايته وينتهي في السباينال كورد، هو ده البيراميدال سيستم. ففي هنا اللي بيتحكم في السباينال كورد اللي هو الماسلز بتاعت البادي اللي هو كورتيكو سباينال تراكت. اللي بيتحكم فيه السباينال كورد اللي هو كورتيكو سباينال. في واحد تاني بقى بيتحكم في البلبر. بلبر بقى هنا يا شباب خلي بالكم منها، بلبر معناها برين ستيم. هنا بلبر هنا معناها البرين ستيم. برين ستيم يعني ايه؟ يعني بتحكم في النيوكلياس اللي موجوده في البرين ستيم بتاعت النيرفز. برين ستيم يعني ايه برضه؟ يعني بتحكم في المسلز اوف ذا هيد اند نيك. يبقى ده بتاع البادي اللي هو كورتيكو سباينال، لكن البلبر ده بلبر ده بتاع البرين ستيم، يبقى بتاع الهيد اند نيك. يبقى هو ده البيراميدال. اول ما اقول لك يعني ايه بيراميدال سيستم او البيراميدال تراكت، ثم قايل لي كورتيكو سباينال تو ذا سباينال كورد، ذن فروم ذا سباينال كورد تو ذا مسلز اوف ذا اور بادي. كورتيك بلبر تو ذا برين ستيم تو كنترولنج ذا ماسلز اوف هيد اند نيك. في حاجه اسمها اكسترا بيراميدال، يعني هي مش طالعه نوت اوريجينيتنج فروم البيتس سيلز اللي موجوده في السيريبرال كورتكس، لا طالعه فروم حاجه ثانيه اوتسايد بات كنترولنج اولسو ذا الموتور سيستم، اسمها اكسترا بيراميدال سيستم. ممكن اقول لك ايه هي الحاجات اللي اسمها اكسترا بيراميدال. خلي بالكم هنا يو ماست يعني ريدنج كليري. Is pyramidal or extra pyramidal?
اللي هي زي مين؟ حاجة اسمها فيستيبولو سباينال تراكت، جاي من الحاجة اسمها فيستيبولار نيوكليس الموجودة في البرين ستيم يروح للسباينال كورد، او ريتيكولو جاي برضو من البرين ستيم، اوليفو كل دول من البرين ستيم، روبرو من الميد برين، تيكتو هناخدهم ان شاء الله جاست نيمد كده تعرفهم بالاسامي، تيكتو سباينال. في كمان موتور، يبقى كده البرين اتحكم في حاجتين، اتحكم البرين، اتحكم الكنترولنج للسباينال كورد، وعمل كنترولنج للبرين ستيم، عايز كمان يعمل كنترولنج للسيريبيلم، يبقى لا كل الملعب ده كله بتاع البادي تحت الكنترولنج بتاع السيريبرال كورتكس في الاخر اللي هو السي سي، عن طريق تراكت اسمه كورتيكو، يعني جاي من الكورتكس، بونتو معناها بونز، سيريبيلر معناها سيريبيلم، يبقى التراكت جاي من الكورتكس رايح للبونز، ومن البونز يقوم داخل على السيريبيلم على طول عشان يعمل كنترولنج للسيريبيلم، هو ده الموتور سيستم. يبقى ما اقول لك الموتور سيستم بتاع الاور بادي ايه، ما ايه اللي ثلاث حاجات مهمين قوي، البيراميدال للسباين من الكورتكس للسباينال كورد من الكورتكس للبرين ستيم، اكسترا بيراميدال يعني جاي حاجه ثانيه حتى ما قلتش فيها كورتيكو، لو انتم شايفين الاكسترا بيراميدال سيستم ما فيهاش كلمه كورتيكو خالص، كلها اسماء ذا نيم اوف ذا نيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم، حاجه اسمها فيستيبولو اللي بتاعه الايكوليبريم، حاجه اسمها ريتيكولو اللي هو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، الحاجات انتم عارفينها، اوليفو اوليفر اوليف يعني جاي من كلمه اوليف زيتونه يعني نيوكليس شكل الاوليف، روبرو معناها ريد نيوكليس موجوده في الميد برين، تكتو اللي هو الظهر الميد برين كلها راح للسبينال كورد بس مش نوت اوريجينيتنج فروم سيريبرال كورتكس، تكتو يعني الدورسال سيرفيس بتاع الميد برين اسمه تكتو. كل التراكت اللي نازله دي يا شباب هتنزل في الديسندنج في اللاترال كولم بتاعه الوايت ماتر، خلي بالكم احنا قلنا قبل كده معظمها بينزل في اللاترال اللي هو الحاجات الاساسيه بتاعتها. طيب ناخد اول سيستم عندنا اللي هو البيراميدال سيستم، نقول بسم الله. ايه البيراميدال سيستم بقى؟ يلا تعال نشوف، تعال ننزل يلا. سيريبرال كورتكس، ها عايز يروح لمين البيراميدال؟ لو راح للسباينال كورد اسميه ايه؟ كورتيكو سباين. طب بعد كده من السباينال كورد يروح للمسلز، يبقى ده ابر موتور، فين الابر موتور وفين اللور موتور هنا في الصوره؟ ها فين اقول ابر موتور ولور موتور؟ دي كلها لغايه السباينال كورد ابر موتور. ابر. من السباينال كورد للماسلز ده ها لور موتور، عشان لما يجي لي العيان اعرف هو عنده مشكله في التراكت ولا مشكله في النيرف اللي طالع من السباينال كورد. جود. سهله قوي. انا عايز اعيد الكلام ايه تاني. طب لو راح للبرين ستيم اقول عليه كورتيكو بالبر. يبقى عندي في بيراميدال في تو تراك، لما سيريبرال كورتكس سباينال كورد كورتيكو سباينال، او سيريبرال كورتكس برين ستيم بسميها كورتيكو بالبر. ايه بقى الكورتيكو سباينال تراك؟ ايه بقى الكورتيكو سباينال تراك ده؟ ناخد اول تراك اسمه كورتيكو سباينال تراك، تعال نشوف. ركزوا معايا في الايه في اللي انا هرسمه ده. بصوا يا شباب. بسم الله توكلنا على الله. أول حاجة عندنا سيريبرال كورتكس، خلي بالكم في هنا سيريبرال كورتكس يمين ويسار، يعني بصوا كده يعني أنا هرسمها لكم أحسن الأول. ده سيريبرال، ده السي سي اليمين مثلا اليمين، وده الإيه السيريبرال كورتكس الإيه الليفت، يعني عندنا في تو هيمسفير، وان رايت وان ليفت. كل سيريبرال كورتكس من دول فيها اريا اسمها اريا 4 اريا 6. احنا خدنا امس اريا 312 اللي بتستقبل كل السنسوري، لا دي اريا 4 اند 6 دي الموتور، هي دي اللي بيطلع منها الموتور، ودي اللي بتحتوي على البيت سيلز. الفايبر بتاعتها وهي نازله بتبقى عامله حاجه اسمها الكورونا رادياتا، كورونا رادياتا يعني عامله زي الاشعاع كده، عامله زي المروحه كده الفايبر بتاعتها وهي نازله. تقوم نازله هتمشي في الانترنال كبسول، فاكرين؟ انترنال كبسول. بعد كده تقوم نازله. تقوم ماشيه في البرين ستيم، فتمشي الاول في الميد برين. بعد كده تمشي في البونز بترتيب. بعد كده تمشي في المظله. اول لما توصل للمظله خلي بالك انت بتتكلم على الرايت ولا الليفت؟ الرايت. يبقى احنا خلينا في الرايت دلوقتي، احنا هنمشي في الرايت.
نمشي في الرايت. التراكت ده نازل اسمه كورتيكو سباينال تراكت، نازل اهو الفايبر جايه من 4 و6، وخلي بالك بتيجي فايبر من 3 1 2، بس المينلي فايبر اللي طالعه من 4 اند 6. بعد كده تنزل في الانترنال كابسول، تنزل في الميد برين وفي البونز وفي المظله. يبقى الانترنال كابسول دي لما كل الاسندنج اند ديسندنج عباره عن تيوب انبوبه كبيره كده. طيب بعد كده احنا لو دلوقتي ماشيين في السيم سايد، يس احنا لو دلوقتي في السيم سايد، احنا عايزين بقى نقلب الايه ها الاوبزيت سايد. شوفوا اول لما يوصل للمظله بيعمل كده التراكت، يقوم يقلب كده، يقوم رايح للاوبزيت سايد للليفت اوبزيت. كم في المية من الفايبرز؟ قال لك ها 85% of the fiber decussating to the opposite side. بس هيعبر فين؟ قلنا هيعبر في المظلة وينزل في الاوبزيت سايد. طب ال 15% اللي ما كملتش هتروح فين؟ قال لك سهلة قوي، ها سهلة جدا. تقوم عاملة ايه؟ تقوم نازلة كده ال 15% نازلة في نفس السايد اللي هو ال 15. طب وهي نازله في السبينال كورد بعد ما كملت، هو هنا عمل ديكاسيشن في المظله، ده هيكمل في السبينال كورد، وهو في السبينال كورد 10% تقوم راجعه تاني، تقوم راحه الاوبزيت سايد تاني وهي في السبينال كورد. يبقى كم في الميه ها راحت الاوبزيت سايد؟ 95. طيب ال 5% الباقيه هتكمل في السيم سايد. Simply, very simple, very very simple. طيب التراكت اللي راح للجهه الثانيه مش ده هيعمل تراكت؟ هنسميه lateral cortico spinal tract. طب اللي هيكمل في نفس السايد هسميه ventral cortico spinal tract. يبقى لازم يعمل كروسنج. 85% لازم تعمل كروس ذا تو في المظله عشان يعمل حاجه اسمها حتى بيسموها pyramidal decussation. بيسموا الديكاسيشن اللي بيعبر الميد لاين ده. خلي بالكم الخط اللي انا عامله في النص ده الميد لاين، الخط ده كبير قوي، ده الميد لاين اللي بيعبر الجهه الاخرى، ده بنسميه الديكاسيشن بيراميدال ديكاسيشن. في الاخر 85% من الفايبر بتروح للديكاسيشن. هتروح فين في الاخر؟ هتروح في الانتيريور هور سيل اللي موجوده في السباينال كورد، يعني في الفنترال هورن بتاعت السباينال كورد اللي هو الجري ماتر، خلايا موجوده فيه اسمها انتيريور هورن سيلز. كده الابر موتور نيورون خلص. بعد الانتيريور هورن سيلز النيرف يطلع عادي ويروح سبلاي المسلز، ياخد الاوامر من الانتيريور هورن سيلز ويوديها للمسلز. كده التراكت خلص. سهل. طبعا ده الرايت سايد، الليفت سايد هيعمل زيه بالظبط. الليفت سايد هيعمل زيه بالظبط. مش فاهمين. كله فاهم؟ سهل قوي. طيب السؤال، طب ركزوا بقى في اللي انا هقوله حالا ده، ها؟ السؤال بقى عشان الليجن، ها؟ مع ديسندنج، ما هو ده اسمه ديسندنج. ما هو الديسندنج هو ده الديسندنج. ده اسمه ديسندنج تراكت. طيب بصوا بقى كده يا بنات، يا ولاد، لو انا قطعت هنا الرايت سايد بتاع البادي ولا الليفت سايد ويل بي افكتد؟ رايت ولا ليفت ويل بي افكتد؟ لا نفهم. ليفت طبعا. طبعا ليفت. طبعا ليفت. هو دلوقتي انت قطعت في الرايت، الرايت ده عمل بعد كده كروسنج هنا عشان يتحكم في هنا في الليفت، صح؟ لو انت قطعت قبل ما بيلف، ها، يبقى كده المعلومات مش هتتنقل عن طريق الديكاسيشن، يبقى خلاص. لا هو هتقول خلاص، ما هو ده المين فايبرز اللي هو ال 85% ده المين فايبر الليفت سايد، يبقى يعني اوبزيت سايد. يبقى انت لو قطعت بيفور ديكاسيشن يبقى هيحصل ليجن فين؟ في الاوبزيت ولا في السيم؟ ها، في الاوبزيت. فبنسميها كونترا لاترال. كلمة الاوبزيت هنا خلي بالكم بقى، ما قلناش هنقول ايه، مش هيجي لك عيان يقول لك ايه ده انت عندك ليجن في الاوبزيت سايد، هقول له عليه ده عنده كونترالاترال. كونترالاترال، لا ما تقوليش بقى 15 ولا انسي كلمة 15 و 15 ده حاجة بسيطة جدا. دونت كير اباوت 15 و 5 والحاجات دي كلها. انت قطعت بيفور المظلة، يعني قبل ما بيعمل ديكاسيشن. قبل الديكاسيشن يبقى تبقى ايه الكونترالاترال سايد.
ليه؟ لان الرايت ده هو اللي بيتحكم في الفايبر اللي هي الليفت دي. انت قطعت الامبلس اللي هنا خلاص، انت قطعت هنا، قطعت هنا خلاص، يبقى الامبلس مش هتتنقل هنا، يبقى الليفت سايد هو اللي هيتاثر، لكن الرايت سايد شغال. انت معايا؟ طب انت قطعت هنا، كونترا لاترال، يبقى معناها كونترا لاترال معناها الاوبزيت سايد. لو انت قطعت، ها لو احنا قطعنا بعد ما حصل ديكاسيشن، يبقى خلاص، يبقى سيم سايد هنسميها ابسي لاترال، نفس المكان اللي حصل في الليش. دي مهمه جدا جدا يا شباب، جدا جدا. يبقى تاني، لو احنا قطعنا قبل الديكاسيشن غير اللي احنا قطعنا بعد الديكاسيشن. قبل الديكاسيشن هنسميها كونترا لاترال، بعد الديكاسيشن هنسميها ابسي. ابسي يعني سيم سايد، ابسي لاترال. فاهمينها دي؟ فاهمينها ولا؟ يبقى عشان كده بيقولوا لنا ده، حتى الناس اللي هم البيبول البيشنت الثاني يقول لك ده جاله باراليسيس في الليفت سايد اوف هيز بادي، باراليسيس شلل، اصل لقوا عنده مشكله في الرايت هيمسفير بتاعه. يبقى الرايت هيمسفير بيتحكم في الليفت سايد اوف يور بادي، والليفت هيمسفير بيتحكم في الرايت سايد بتاع الايه؟ البادي بتاعنا اللي هو اوبزيت. فاهمين ولا ايه؟ طبعا هنا ينزل التراكت الجهه الثانيه كده، ويجي هنا اهوت يعمل ديكاسيشن هنا في المنطقه دي كده، ويعبر الجهه الثانيه، وفي شويه فايبر يكملهم. هو ده الديكاسيشنز اللي هي اسمها بيراميدال ايه؟ ها؟ بيراميدال ديكاسيشن. كلير؟ اي ثينك اتس فيري كلير. طيب نشوف بقى كده. 4 6 1 2 3 ذا اوريجين اوف ذا تراكت. internal capsule mid brain pons medulla. بعد كده في المدلة يعمل decussation to the opposite side حوالي ايه عشان ينتهي في الانترنال هورن سيلز about 85% عشان يعمل تراكت اسمه lateral corticospinal tract. 15% will be continue as ventral corticospinal tract عشان هنا، و 10% will be decussating for the spinal cord عشان totally حوالي 95% will be the opposite side. شوفوا الصورة دي جميلة جدا جدا جدا. شوفوا كده، ادا الفايبر اهي، الكورونا رادياتا، ادا فور. تعالى ناخد اهو التوميسيرا، ادا فور هنا كورونا رادياتا اللي عامله زي الاشعاع دي، تقوم داخله في الانترنال كابسول، تنزل في البرين ستيم، تفضل تنزل في الميد برين، وبعد كده في البونز، تيجي في المظله هتقوم تعبر للاوبزيت سايد. اه شفتهم؟ جيت هنا وايه؟ كان هو ماشي تو ذا ليفت، بعد كده بقى رايت عشان ينتهي في الانتيريور هورن سيل بتاع السبينال كورد. يجي بقى هنا في الجزء الاخر، يجي هنا اللي هو الهيمسفير الثاني، يجي هنا يبعت 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 يبعت، ويجي عند البيراميد يعمل ديكاسيشن. هي دي منطقه الايه؟ البيراميدال ديكاسيشن، وينزل في الاوبزيت سايد. احنا لو قطعت هنا في الرايت يبقى الليفت سايد هيحصل له باراليسيس. طب انت لو قطعت هنا يبقى في الليفت سايد، يبقى هيحصل الرايت سايد هيحصل له باراليسيس. لكن انا لو قطعت افتر ما حصل ديكاسيشن هنا يبقى في السيم سايد، او هنا يبقى في السيم سايد. شوفوا هنا برضه في الصوره دي كده، على كورونا الداتا ينزل في الميد برين في البونز في المظله، يجي في المظله يحصل له ديكاسيشن تو ذا اوبزيت سايد، ويفضل ينزل 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 لغايه ما يوصل في الانتيريور هورن سيل اوف ذا سباينال كورد. شفت نازل ازاي؟ كان ماشي في طريق وبعدين بدا يحاول يروح للايه؟ للجهه الاخرى. زي ما احنا شايفين كده، انتر هورن سيل، الكورس اوف ذا تراكت بيراميدال سيلز. الكلام اللي هو ده مكتوب انا كاتبه بس كده جاست رايتنج عشان انتوا تفهموا، بس هو انا كده خلاص خلصته. ينزل في الميد برين. هنعرف المره الجايه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على البرين ستيم. البرين ستيم ده كبير، يعني من ميد برين. احنا دلوقتي بنقول ميد برين، لكن ان شاء الله في المحاضره الجايه هنقول ايه اي حته في الميد برين. هنحدد بقى اي حته في الميد برين، عشان لو الميد برين الحته دي باظت ايه اللي يحصل. عايزين تقولوها دلوقتي قولوها، مش عايزين يصبروا لغايه الميد برين لما يجي. حاجه اسمها كراس سريبري اوف ذا ميد برين. نفس الكلام في البونز، بينزل في الفنترال بارت اوف ذا بونز، وينزل في البيراميد اوف ذا مدلة. على فكره في حته في المدلة اسمها بيراميد، سميناها على اسم التراكت اللي نازل فيها. يحصلوا ديكاسيشن زي هنا عشان يعمل كونترا لاترال، بعد كده 15%. نفس الكلام نفس الكلام. الفانكشن بقى بتاع التراكت بيتحكم فليكسورز. طبعا التراكت ده بتاع الفليكسورز، طبعا التراكت ده بتاع الفليكسورز، بتاع بيسبلاي الفليكسور ماسلز اللي هي الفولنتري. ايه كمان؟ ها
هاي سكيلز موفمنت او هاي سكيلد موفمنت. سكيلد موفمنت سكيلز. سكيلد زي ما انا شغال دلوقتي بصوابع اعمل تايبنج صح، اعمل بيانو موفمنت، الحاجات اللي فيها هاي انتلكشوال فانكشنز هو ده بتاعت الايه بتاعت التراك ده. رايتنج موفمنت يس فليكسورز طبعا، انت فليكسورز ولا فليكسورز لان سكيلز مهاره، مش كل حد بيقدر يعمل السكيلز دي، لازم التراك ده شغال، لو حصل له ليجن مش هتعرف، مش هنعرف نعمل السكيلز دي خلاص. ده اسمها سكيلز ليجن. يلا احنا ليجن في التراكت ولا في النيرف؟ لا في التراكت، يبقى ده ابر موتور نيورون ليجن، ولا يبقى ليجن اسمه ايه؟ قولوا ابر موتور نيور، لان التراكت اسمه ابر موتور نيورون. طب لو حصل في ليجن يبقى اسمه ليجن، ابر موتور نيورون ليجن. تعال نشوف العيان اللي عنده الابر موتور نيورون ليجن هيشتكي من ايه؟ ايه المشكله اللي عنده؟ احنا قلنا فوق الديكاستيشن ولا تحت الديكاستيشن؟ يعني قبل ما بيعمل بيفور ديكاستيشن يعمل كونترالاترال هيميبليجيا، ها بيلو ديكاستيشن يعمل ابسي لاترال هيميبليجيا. اوكي يعني بيفور اند افتر، قبل الديكاستيشن كونترالاترال يعني في الاوبزيت سايد، اند بعد ما عمل ديكاستيشن خلاص هو عمل ديكاستيشن، يبقى بنسميها ابسي لاترال هيميبليجيا. حلوه قوي دي بقى، تعالوا لي بقى يعني ايه كلمه هيمي بليجيا؟ بليجيا means paralysis. بليجيا means paralysis. شل. هيمي يعني نص. هاف. طب كونترالاترال يعني نص الجهة الأخرى. طب إبسيلاترال يعني في نفس الصايد. طب تعالى بقى نفهم تاني. أنا خدت لكم أول محاضرة في السباينال كورد، قلت لكم إيه الفرق ما بين كوادري بليجيا وبارابليجيا وهيميبليجيا. يلا حد يقول لي يعني ايه كلمه كوادري؟ كوادري كوادري بليجيا فور ليمبس. جود شاطر برافو عليكم. اللي هو الابر اثنين ابر واثنين لور. طب يعني ايه كلمه بارا؟ بارا بليجيا يعني اثنين، يعني لا اما اثنين لور لا اما الاثنين ابر. برافو عليكم. طب اللي هيقول لي بقى يعني ايه كلمه هيميبليجيا يبقى شطور جدا. هيمي هيمي يعني نص صح؟ وان سايد يعني ابر لمب اليمين ومعاه اللور لمب اليمين، او ليفت ابر وليفت لور الاثنين مع بعض، ابر ولور مع بعض في وان سايد بنسميها هيمي بليجيا. يا كده انتوا فاهمين كده زي الفل. الليجن هنا في التراكت بيعمل هيمي بليجيا، مش بيعمل بارا بليجيا ولا كوادري بليجيا، بيعمل هيمي بليجيا. اوكي ساينز اوف ذا ابر موتور نيورون ليجن. العيان هيجي لك بايه؟ هايبرتونيا، يعني عيان كده هيجي لك بسرعه عنده هيميبليجيا وانت عايز تعرف ده ابر موتور ولا لور موتور، يعني الليجن في التراكت ولا الليجن في النيرف. سيمبلي هايبرتونيا، العيان عنده التون زايد قوي في المسلز، التون عالي يعني المسلز قوية. هايبر ريفلكسيا، هايبر ريفلكسيا يعني ايه هايبر ريفلكسيا؟ الريفلكسز اكزاجريتد، يعني تيجي تعمل له الني جيرك او الانك او الالبو جيرك او اي حاجه، ها الريفلكسز ديت بنلاقي الريفلكسز اكزاجريتد عاليه قوي. انا بسميه العيان ده مهايبر، شاطره. برافو عليك. ما هايبر، كل حاجة عندهم هايبر. التون عالي، الريفلكسز عالية، الاسباستيستي، سباستيستي معناها سباستيك، تيجي تشد كده في الدراع بتاعه كده تلاقيه محجر كده. عارفين التشيكن وهي خارجة من الفريزر؟ ها؟ تيجي تشد في اللي هنا عاملة كده. لكنه لسه طالع من الفريزر. كونتراكشن اوف ذا ماسلز. البابينيسكي ساين اند كلونس and loss of the، هنعرف يعني ايه بابينيسكي دلوقتي ويعني ايه كلونس. طب شوفوا بقى اللي بعدها، loss of the reflexes of the abdomen، كل الريفلكسز بتاعت الابدومن loss، والكريماستريك ريفلكس، عارفين طبعا الكريماستريك ريفلكس، الكريماستريك ريفلكس اللي هو بيعمل elevation of the testis.
لما بتيجي تعمل بنشنج للثاي الميديالي دي الثاي من ناحيه الميديال سايد تقوم عامل كده بنشنج كده المفروض بيحصل الليفريشن اوف ذا تيستس. العيان ده لا زي الكولد ويذر برافو عليك ها العيان ده عنده لوس اوف ذس ريفلكس ده الكلونس. ايه بقى الكلونس ده؟ تيجي تعمل العيان تقوم ماسك رجله كده زي في البيكتشرز دي بتقوم انت عامل كده رجله كده دورس فليكشن يعني كده شويه كده نص دقيقه مثلا او دقيقه تشيل ايدك بعد ما تشيل ايدك نورمال انت بتقوم راجع رجلك عادي وخلاص. لا في العيان ده بيحصل حاجه اسمها ريبيتد دورس فليكشن اند بلانتر فليكشن ريبيتد عامل كده يس يعني بتقوم عامل كده زي دي زي رجله الراجل كده رجله كده تعمل كده هنا وتقعد شويه المفروض لما تشيل ايدي بعد الدورس فليكشن ده اللي انا كنت عامله له رجل بترجع تاني. لا هو عنده بقى العيان عامله كده بيعمل ريبيتد جيرك بنسميها جيركي عامل زي الجيرك ده البابينسكي ساين. بابينسكي ساين يعني ايه بابينسكي ساين؟ بابينسكي ساين كلنا لما نيجي ايه ها عندنا حد كده ايه بنحب نهزر معاه واحنا صغيرين بنقوم جايين كده عاملينه كده من تحت كده من رجله كده من رجله بنقوم انت جايب الكي كده وتقوم عامل ايه movement of the key from the lateral toward the big toe لغايه الصبع الكبير كده. العيان ده بقى بيحصل له طبيعي انت بتيجي تعمل كده يعني لما اجي اعمل رجلي كده عادي المشكله اه عادي مفيش حاجه اتاثرت خالص. العيان ده شفته بقى بيحصل ايه في رجله ده اسمها positive بابينسكي ساين بيحصل فانينج اوف ذا توز. الفانينج يعني عامله زي مروحه تقوم تبعد عن بعض كده ويحصل اكستنشن اوف ذا بيج تو الصابع الكبير عامل ايه عامل اكستنشن كده ويحصل فانينج للصوابع مع بعض. بنقول العيان ده عنده حاجه اسمها positive بابينسكي ساين اللي هو اكستنشن اوف ذا بيج تو اند فانينج اوف ذا اذر توز دي اسمها بوزيتيف بابينسكي ساين. يبقى ده العيان ماشي مع حاله ابر موتور نيورون ليجن نورمالي نيجاتيف يس. يبقى تاني ما هي الساينز اما اقول لكم يعني ايه ساينز اوف ذا ابر موتور نيورون ليجن هايبر 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 تونيا هايبر ريفلكسيا بابينسكي بوزيتيف الكولونيس بوزيتيف مفيش ريفلكسس في الابدومين ولا كريماستريك ريفلكس العيان ده سباستيك خالص. طب الشاطر بقى يعكس الكلام ده لو حصل ليجن في اللور موتور نيورون ذا لور موتور نيورون از اوبزيت عكسه على طول يعكس الكلام ده ده اوبزيت يعني بدل هايبرتونيا هقول ايه هايبو هايبر ريفلكسيا هايبو ريفلكسي اسباستيستي لا فلاسيد بنسميها فلاسيد فلاسيد يعني مرخرخ كده يعني مرخرخ كده يعني بعد ما تطلع التشيكن من الفريزر وتسيبها يومين ثلاثه في الشارع بره في كده في المطبخ تيجي تشوفها كده تحس كده اللي هي بقت ايه عامله كده دي فلاسيد تيجي تمسك كده العيان كانه ميت يقوم وقع دي بنسميها فلاسيد فلاسيد باراليسيس نيجاتيف كلونس نيجاتيف بابينسكي ها وممكن نلاقي في شاتر فيكسز موجوده بس العيان دايما بيبقى هايبو عامله زي التشيكن وهي خارجه بعد يومين من الفريزر كده الحمد لله سهله. يبقى لازم نفرق ما بين الابر موتور نيورون واللور موتور نيورون عشان نعرف ان التراكت لو شغال كويس معنى كده ان الليجن زي بس ايه في اللور موتور نيورون لكن الحمد لله البرين والتراكت شغالين كويس. طبعا دي الهايبر ريفلكسيا طبعا دي السباستيك تيجي تشد رجله تلاقي ايه ها مش راضيه تشد معاك كونتراكتد قوي لكن في اللور موتور نيورون بتلاقي اصلا رجله اصلا ايه بتقع لوحدها لكنه ميت اصلا. اوكي كورتيكو بالبر تراكت بقى كده خلصنا تراكت. حد عنده مشكله في الكورتيكو سباينال؟ ات از ايزي اي ثينك ات از فيري ايزي كورتيكو سباينال تراكت كورتيكو سباينال تراكت الحمد لله ايزي. حد عنده مشكله؟ البابينسكي ماله رزان عايز اقوله تاني بابينسكي اوكي جود كورتيكو بالبر نفس الحاجه بس ركزوا بقى لانها فيها تريكه صغنونه خالص. كورتيكو بالبر كورتيكو بالبر يعني هيتحكم في السباينال كورد ولا البرين ستيم؟
اورتيكو بالبر، اورتيكو بالبر تراكت. ده سبينال كورد ولا برين ستيم؟ برين ستيم. يبقى نهايته في البرين ستيم. تعال نرسمه، انا ارسمه. هينزل من الاريا 4 6 اند هنا هنا، ينزل في الانترنال كبسول، كبسول بعد كده ينزل في الميد برين، بعد كده ينزل في الايه ها في البونز، بعد كده ينزل في المظله. طب وبعدين بينتهي فين التراكت ده؟ هو في البرين ستيم، فيقوم ينتهي في النيوكلياي اوف ذا برين ستيم اون بوث سايدز. يعني يقوم رايح باعت للنيوكليوس مثلا النيرف مثلا رقم 3 مثلا، او خليها النيرف رقم مثلا 9 هنا في الجهه الاخرى، ويتحكم كمان في النيرف رقم 9 ها اللي هو كرينيال نيرف 9 النيوكليوس بتاعته اللي موجوده في الايه في نفس السايد 9. الله، يعني عمل ايه تراكت؟ اتحكم في مين؟ يعني اليمين اتحكم في النيوكلياي بتاعت اليمين، واتحكم في النيوكلياي بتاعت الايه ها بتاعت الرايت اند ليفت اولسو. طب تعال نشوف كده التراكت اللي جاي من هنا، هينزل هنا التراكت نفس الكلام، يتحكم في اللي هنا اللاين اللي هنا، ويتحكم في ايه ها في اللاين اللي هنا. ده التراكت ده جميل جدا، بيتحكم في البوث سايدز، يعني اليمين بيتحكم في الجهتين والشمال بيتحكم والليفت بيتحكم في البوث سايدز. يعني انت لو قطعت هنا في السيم اند اوبزيت، لو انا قطعت في الرايت النيوكلس بتاعت الجلوس الفارنجيال will be affected. حد يجاوب عليا؟ No. Not be affected. No. لا مش هتتحكم. ليه؟ انت دلوقتي اتحكمت، انت قطعت اليمين بس. بس النيوكلس ديت اللي بيتحكم فيها برضه الليفت سايد. فانت لو قطعت هنا الامبلس ما جالهاش من هنا. طب ما هو جاي لها من الجهه الثانيه، يبقى هي مش هتتحكم، مش هتتاثر. فهمتوها دي ولا ما فهمتوهاش؟ فهمتوها؟ اكسبت، لازم يكون في اكسبشن. اجين، لو انا قطعت في الرايت تراكت بس، في الرايت بس، هل الجلوسوفارنجيال دي اللي هي رقم 9 will be affected؟ انا قلت السؤال ها مش هتتاثر، نوت بي افكتد، حتى لو قطعت التراكت ده الرايت. ليه؟ لانها جاي لها كمان ها الكنترول بتاعها من الليفت سايد. انت قطعت هنا قطعت ده، انا قطعت ده، بس هي جاي لها من الليفت هنا الثانيه. خلاص فهمتوها؟ فهمتوها؟ هو اكسبت، لازم يكون في اكسبشن. تعالى بقى نشوف الاكسبشن. الحمد لله فاهمين دي. ايه بقى الاكسبشن؟ اكسبت اللور بارت اوف ذا فيشال نيوكليوس، اللور بارت بس بتاعت رقم 7. هنعتبر ان دي الفيشال نيوكليوس، الجزء الابر بارت ولها لور بارت هنسمي دي رقم 7، وهنا برضو هنسميها رقم 7. رقم 7 ده يا شباب يا بنات ها بيجي لها من الاوبزيت بس. يعني التراكت لو جاي كده جاي كده جاي كده جاي كده هيبعت للور بارت بتاع الاوبزيت سايد، يتحكم في اللور بارت بتاع الاوبزيت، ويتحكم في الابر بارت بس، ملوش دعوه هنا باللور بارت بتاع السيم سايد بتاعته. يا رب يكونوا فهمتوا دي. تاني ها ها مين يقول هنسمي دي يا اولاد؟ ها الحته اللي فوق دي هنسميها ابر، ونسمي الحته اللي تحت لور، ودي نسميها ابر، ودي نسميها لور. التراكت اللي جاي من ناحيه الليفت اهو هيتحكم في الابر بتاعه السيم سايد بتاعته، ويتحكم بتاعه اللور بتاعه الاوبزيت سايد. وايه كمان ها والابر بتاعه الاوبزيت سايد.
مش همين دي كارينيا اول كارينيا نيرفز بوث انرفيشن اكسبت ذا لوور بارت اوف ذا فيشل نيوكليوس يس. طب تعال نشوف التراك بقى الجهه الاخرى. طب تعال نشيل دي خالص 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 معلش انا اسف ونرسم بس على الفيشل نيوكليوس. هنرسمها بس على الفيشل نيوكليوس. هنعتبر دي الفيشل نيوكليوس الكبيره قوي دي هنقسمها نصين ده النص الابر وده النص اللور وهنا الفيشل نيوكليوس كلها ده الابر بتاعها وده اللور بتاعها والام عاملين دي كده هنسميها رقم 7 ده الفيشل نيوكليوس وده الفيشل نيوكليوس والام جايين هنا بقى بالتراكت يلا ها ناخد التراكت اللي على اليمين جاي اهو نازل اهو تراكت نازل نازل احنا المفروض في القاعده بتاعتنا بتقول ايه بتحكم في التون نيوكليوس في السيم وفي الاوبزيت فلقيته عمل ايه اتحكم في الابر بتاعته ما جاش للور خالص ورايح الاوبزيت سايد اتحكم في الابر واتحكم كمان في اللور بتاع الاوبزيت يبقى مين اللي اختفى ما اتحكمش في السيم سايد بتاعت مين ها اللور بارت بتاعته لكن هو بيبعت اللور بارت بتاعت مين بتاعت الاوبزيت سايد بس طب تعالى نشوف كده الجهه الثانيه ادي التراكت اهو نازل اهو هيتحكم في الابر بتاعته ويبعت للابر الجهه الثانيه واللور الجهه الثانيه يبقى اللور جاي لها منين بس اللور فيشيال نيوكليوس جاي لها منين بس يا بنات ها اوبزيت سايد لكن الابر مش هتتاثر فاهمين دي تعال نشوف بقى في الليجن ده هي دي المشكله في الليجن انا اهو هرسم نفسي اهو اوكي ادي عيني وده عيني وده الماوث كافيتي اهو اوكي بص بقى كده الابر ده خلي بالك في يمين وفي يسار لغايه النيوكليس ده اسمه ابر موتور نيورون النيرف بقى يطلع من النيوكليس يروح للمسلز فبيسميها لور موتور نيورون طيب اللور دي اللور ده اهي اللي هي الليفت سايد دي هنسميها ليفت هتروح تتحكم في اللور بتاعت الفيس يعني تروح ناحيه الايه الماوث والابر وهنا برضو اللور تروح للور بتاع الفيس بتاعت الجهه بتاعتها الابر هتروح تتحكم في الابر هتتحكم في الابر بتاعت الجهه دي والابر هتروح تتحكم في الابر بتاعت الجهه دي بتاعت ناحيه العين يعني ده اسمه لور موتور نيورون اسمه لور موتور ايوه يعني النيوكليس اللي فوق الابر هيتحكم في الابر بارت بتاعت الفيس واللور هيتحكم في اللور بارت بتاعت الفيس طيب يلا بقى نعمل ليجن عشان من شكل العيان هتعرفي من شكله اللي هو ابر موتور ولا لور موتور يلا نعمل ليجن يلا اوكي جاهزين اقطعوا لي هنا اقطعوا لي هنا ايه اللي اتأثر عندك؟ ايه اللي اتأثر؟ ايه اللي اتأثر؟ نمشي بالراحة بالراحة، على مالكم؟ هنا هل الأبر دي تتأثر؟ لا طيب الأبر دي برضه مش هتتأثر، يبقى الأبر بتاعت الاتنين مالهم؟ nothing نورمال يعني عينه شغاله ولا مش شغاله؟ جميله جدا فتقولي عيان يقفل عينك يقفل عينه لكن المشكله في مين؟ في التراكت ده اللي هو بيتحكم في اللور بتاعت الاوبزيت سايد اللي هي دي اللي هو اللور ده طب اللور دي بيتحكم في مين؟ في الانجل دي في الزاويه بتاعت الماوث كافيتي دي
اه هو دي اللي افكتد. هتلاقي مثلا انت لو عملت الليفت سايد ده، تركت الليفت سايد ده حصل له ليجن، هتلاقي العيان عندك الرايت انجل بتاعت الماوث دروبنج. دروبنج يعني ايه؟ وقع كده عنده عامله كده. طب تتاكدي ازاي؟ تتاكدي ازاي؟ تلف العينه كده يا حاج، يقفلها كويس، افتح عينك اقفلها كويس، بدل بيقفل العين الاثنين يبقى الابر موتور شغال كويس، اللور موتور شغال كويس. لكن لو عنده دروبنج بس في هنا في اليمين، يبقى عنده التراكت الليفت هو اللي افكتد. وضحت؟ انا بقى وبقولها ازاي، بقولها ازاي، انا بقولها ازاي عشان تعرفي ان ابر موتور ولا لور موتور. بتقولي العيان يقفل عينك، لو قفلهم الاثنين يبقى كويس، اللور بتاعه كويس. طيب شوف شوفي الماوث كافيتي، لو دروبنج، لو دروبنج على اليمين معناها ابر موتور، بس لو هو دروبنج على اليمين معناها الليفت ابر موتور، الليفت تراك هو اللي افكت. لو ليفت على اليسار يبقى الليفت رايت ابر موتور هو اللي افكت. طيب افرض العيان جه عنده العين دي مش عارف يقفلها، وعنده دروبنج اللي دي ودي مع بعض، يبقى ده ابر موتور ولا لور موتور؟ يعني عنده دي ودي مع بعض، لور موتور. بس سيمبلي 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 ايه بقى يعني ايه؟ يعني تشوفوا عينه وتشوف الماوث كافيتي، لو عينه شغاله كويس لكن عنده مشكله في الماوث يبقى ده ابر موتور، لكن لو عنده مشكله في العين وعنده مشكله في الماوث يبقى ده ابر موتور. الابر ما فيش حاجه مشكله في الاي، اللور معناها مشكله في الاثنين. برافو. يعني الابر موتور نيورون بيأفكت اكتر على الماوث انجل، الانجل بتاعت الماوث كافيتي، لكن الابر اللور موتور بيأثر على الكلوجر بتاعت الاي وعلى الماوث كمان، وبيبقى في السيل سايد. واضحه؟ واضحه ولا؟ الحمد لله. طب تعال نشوف كده. ادى التراكت، ادى اربعه هنا، فور هنا، انترنال كابسول، بيروح للميد برين، بيروح للبونز، بيروح للمظله، بيعبر الجهه الثانيه، يعمل في الكرين النيرف في البوث سايدز ما عدا اللور بارت بتاعت الفيشال نيوكليوس، بيجي لها من الاوبز سايد بس. زي ما احنا شايفين العيان اهو، شفتوا ده اللي انا كنت راسمها حالا، فاكرين؟ حالا اللي هو ان كل النيوكليوس بيجي لها من الابر واللور ازاي؟ ها؟ اهو شفتوا بقى هنا في الصوره دي اللي انا قلتها لكم حالا. بتقول للعيان لو لقيت عنده عينه كويسه، عينه كويسه والانجل هنا في هنا كويسه، لكن عنده مشكله في الانجل دي، يبقى العيان ده ابر موتور نيورون. طب دي دي اليمين، دي الرايت، يبقى عنده مشكله في التراكت اللي ايه؟ الليفت. طب لو لقيت عنده مشكله في العين بتاعته في الماوث كافيتي، يبقى ده لور موتور في السيم سايد. زي الاخت دي، الاخت دي اهي، تعال نشوفها كده عشان نفرق ما بين الابر موتور واللور موتور نيورون. ادي النيوكليس اهي، دي بتاثر هنا، لو الجزء الفيز ده كله افكتد النص ده، يبقى ده لور موتور ابسيلاترال، يعني في السيم سايد ليفت لور موتور. لكن لو الانجل بس بتاعت الفيس هي اللي افكتد، ها، يبقى ده ابر موتور في الاوبزيت سايد. خلصنا البيراميدال سيستم اللي هو كورتيكو سباينال وكورتيكو بلبر، وده اهم حاجه. كل اللي جاي ده بقى اكسترا بيراميدال، ده كله بيتحكم في الفليكسورز، اللي هو روبرو سباينال، تيكتو سباينال، لازم نحفظها عشان ممكن اقول لكم انيوميريت او في الاس اي كيو وخدتوها اكيد في الفسيولوجي، اللي هو روبرو سباينال وتيكتو وريتيكولو سباينال في ميديال ولاترال وريف سباينال وديسندنج اوتونوميك فايبر، اوتونوميك يعني اوتونوميك نيرف سيستم، وفيستيبولو سباينال ميديال ولاترال. وشفت بقى الجمله اللي تحت دي بتقول ايه؟ ان كل دول بيتحكموا في الفليكسورز، يعني البيراميدال بيتحكم في الفليكسورز والاكسترا بيراميدال بيتحكم في الفليكسورز، امال مين اللي هيتحكم في الاكستنسورز؟ شوفوا بقى دول التو تراك اللي بيتحكموا في الاكستنسورز دول بس، اللي هو لاترال فيستيبولو سباينال تراكت اللي هو ده، سوري ام سوري، لا ده لا، لاترال فيستيبولو سباينال اللي هو ده، وميديال ريتيكولو سباينال، الميديا ريتيكولو سباين، هم دول بس اللي بيتحكموا في الاكستنسور ماسلز عشان الابر هنا. الفيستيبولو سباينال والريتيكولو بس، واحد ميديا وواحد لاتر.
اوكي دي مهمة جدا يا بنات. كل المحاضرة بتاعت النهاردة بتتحكم في الفليكسورز ما عدا الاثنين دول بيتحكموا في الاكستنسورز. ايه بقى الديسندنج اوتونوميك فايبرز؟ اوتونوميك فايبر يعني ايه؟ فايبرز نازله بتتحكم في الاوتونوميك. اوتونوميك اللي هي ايه يعني؟ يعني طالعه منين؟ طالعه من الهايبوثالاموس. احنا خدنا قبل كده في الاندوكراين ولا خدنا في ما اعرفش ان الـ ان الهايبوثالاموس ده اللي بيطلع منه الاوتونوميك فايبر اللي بيتحكم في الجسم بتاعنا الاوتونوميك. طب تنتهي فين بعد كده؟ بتنتهي في السمباثاتيك نيوكليوس اللي موجوده في السباينال كورد. دي مهمه قوي. اللي هي الثوراكولامبر. تعرفين ان السباينال كورد قلنا اللي موجود بس في النيوكليس بتاعت الثوراكولامبر وموجود في الساكرال بس الباراسمباثيك اللي هي ساكرال 2 3 4 بس. يعني السمباثيك موجوده بس فين؟ في الثوراكولامبر. ده الهايبوثالاموس. يعني في النك في السيرفيكال سيجمنت بتاعت السباينال كورد ما فيهوش اي حاجه اوتونوم. طيب ايه بعدين؟ لو حصل ليجن فوق تي 1 يعني انت جيت قطعت هنا قطعت فوق ثوراسيك سيجمنت نمبر 1 هنا ما قطعتيش تحت قطعت اباف بيحصل في العيان حاجه مهمه قوي 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 اسمها هورنر سندروم. اسمها هورنر سندروم. ايه بقى هورنر سندروم ده؟ ايه العيان بتاع هورنر بيجي لك عامل ازاي الهورنر؟ هو ده العيان بتاع هورنر. ليه بقى؟ لانك انت لما تقطعي الليجنز above T1 انت قطعت السمباثيك اوف هيل اند نيك. قطعنا عملنا ليجن في السمباثيك above هيل اند نيك. طب تعالى نشوف كده السمباثيك اوف هيل اند نيك اللي هتتاثر ايه هي تاثيرها السمباثيك بتاعت الهيد اند نيك. يعني عندك كله في الهيد اند نيك. طيب السمباثيك اول حاجه السمباثيك بتسبلاي الابر اي ليد ماسلز مش كلها حتت منها كده فبيحصل للعيان ده حاجه اسمها دروبنج او حاجه اسمها توزس يعني دروبنج اوف ذا ابر اي ليد بس بنقول عليها دايما يا بنات يا اولاد انكمبليت توزس. يعني ايه انكمبليت؟ كلمه توزس يعني الجفن واقع دروب. انكمبليت يعني مش واقع كله، واقع نصه كده. لان لو كله في نيرف تاني بيعمل كومبليت توزس، ده بيعمل انكمبليت توزس، ده افكشن اوف ذا سمباثيك اوف هيد اند نيك. رقم واحد. ليه؟ لان في مسلز سبلايد باي ذا سمباثيك اوف ذا ابر ايلاند ها بتتاثر فبتعمل انكمبليت توزس. ايه كمان؟ العيان ده هيجي لك كمان بحاجه اسمها توزس. بس نكتب جنب كلمه توزس انا قلت كاتب جنبها كلمه انكمبليت مش كومبليت. مايوزس البيوبل بتبقى مايوتيك. مايوتيك يعني كونستريكتد يعني نارو ضيقه ليه؟ لان شوف كده البيوبل في الجهه الاخرى بتبقى دايليتد. دايليتد معناه كده ان السمباثيك شغال كويس. السمباثيك نورمالي بيعمل ميدريزس يعني بيعمل دايليتيشن للبيوبل بيوسع الحدقه. هنا العيان ده عنده السمباثيتك بايظ فهو مش عارف يعمل دايلاتيشن فهو مين اللي شغال الباراسمباثيتك فهو اللي عامل كونستريكشن فتلاقي عنده مايوزس ليه؟ لان الباراسمباثيتك هو اللي شغال السمباثيتك هنا مش شغال. ايه كمان؟ فلاشنج معناها ريد فيس وشه احمر ليه؟ لان السمباثيتك بيعمل ايه؟ اللي بيعمل كونستريكشنز للبلاد فيزلز فبيقلل البلاد سبلاي فهنا حصل ليجن فبيزيد البلاد سبلاي فبيحصل له فلاشنج محمر احمر. انهايدروزس هنا معناها دراي فيس معناها ليه؟ لان السويت جلاند اللي هي بتعمل السويت اللي هو موجود في هنا دي افكتد بالسمباثيك فبتلاقي دراي فيس هو ده الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الهورنر سندروم. يبقى اول حاجه توزس انكمبليت. رقم اثنين بيبقى فيه مايوزس بيبقى فيه ريد فيس احمر ودراي فيس. سهله المخالفه. ها
تفضلي يا رنا. نيجاتيف بابينسكي ساين يعني نورمال. يس هو يعني بيبقى فيه بسيط بس ما بيبقاش اكزاجيريتد قوي. البابينسكي ما بيبقاش فاننج قوي وكده. اول ما يعمل قوي كده كده معناه ابر موتور نيورون. هو نورمال النيجاتيف. اتفضل يا اوكي. حد عنده سؤال؟ المحاضره دي جميله جدا. ديسيندنج تراك انا بحبها صراحه. You said something about the difference between upper motor and the lower motor neural lesion. اوكي. اللي هو انا قلت لك العيان بيبقى الهايبرتونيا والهايبرريفلكسيا ولا ده في الفيشل؟ في الفيشل في الابر موتور بتاع الفيشل. هايبرتونيا هايبر هايبر هايبر. في اللور بيبقى العكس. تمام. موفقين يا شباب ان شاء الله. وان شاء الله نتقابل اي ثينك افتر تومورو. دي ان شاء الله. والمحاضره ندخل بقى في البرين ستيم بقى ميد برين فونز مضله عشان نخلص البرين ستيم. موفقين ان شاء الله. نراكم ان شاء الله بعد غد. So much for your attendance. يا السلام عليكم يا شباب. شكرا جزيلا. السلام عليكم.